طيب نتكلم الآن الأصول الفارقة بين أهل السنة والرافضة المحترقة. هذه الأصول الفارقة بين أهل السنة والرافضة، والرافض أضل وأضر على هذه الأمة من كل شيء. هم أعدى أعداء الدين، هم الذين يقودون الإسلام ويحاربون الإسلام باسم الإسلام. ابن العلقمي ليس منا ببعيد، ابن العلقمي ليس منا ببعيد، فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من كيد هؤلاء. طيب احنا تكلمنا عن الشيعة الإمامية وتكلمنا عن الإمامة عندهم، وقلنا على الكلام على الاعتقادات التي يعتقدونها، ووعدنا أن نتكلم عن مسألة التقية. التقية مصدر توقى أو اتقى، توقى واتقى، توقيت شيء أي حضرت الشيء، يعني يتقي هذا الشيء. طيب وهذا التقية هي إظهار شيء مخالف لما يعتقده المرء أمام المخالفين، إما مجاملة وإما خوفا واتقاء من ضرره، اتقاء من ضرره، كما قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاء. واختلف أهل السنة والجماعة على التقية، هل هي فرض واجب لازم أم هي من الرخص عند الاضطرار إليها. أجمع أهل السنة والجماعة أن التقية رخصة، أجمع أهل السنة والجماعة أن التقية رخصة، وأنها باللسان دون الفعل، وحدث الخلاف في الفعل، وأيضا الخلاف بين العلماء عند الاضطرار تصير رخصة أم تصير عزيمة. قال ابن حزم إن كانت في النفس فهي عزيمة، فرض واجب لازم، يعني لابد أن يحافظ على نفسه فيتقي حتى لا يقتل أو حتى لا يسال دمه، والغزالي كذلك. أما الجمهور يرون أنها رخصة وليست عزيمة، والدلالة على ذلك التفريق بين بلال وبين عمار، فكانت رخصة وكانت عزيمة، وإن كانوا قد اتفقوا جميعا على أن الأفضل الأخذ بالعزيمة لا بالرخصة، تغيظا لأهل الكفر وإعزازا للإسلام وللمسلمين، كما كان يحدث مع بلال وهو يقول لابن أبي معيط، يقول لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلتها، أحد 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 أحد. أما عمار لما جاء يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أجبروني على أن أتكلم فيك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. عندما سأله كيف ترد قلبك قال مطمئن بالإيمان، فقال فإن عادوا فعد. أما هذا معنى التقية عند أهل السنة والجماعة، والتفرقة بين الرخصة وبين العزيمة، والحق أنها رخصة وليست عظيمة، هذا الراجح الصحيح، والمفاضلة بين الرخص وبين العزائم. وقد قال علماؤنا في الجملة أن الأخذ بالعزيمة أفضل وأعظم أجرا عند الله من الأخذ بالرخصة، لما فيه من الإعزاز للإسلام وأيضا فيه التغيظ لأهل الكفر. وقالوا هذا ليس على الإطلاق وله تقييد، خصصوا مسألة التقية، قالوا والتقية عندما لا يكون الضرر على الآخرين، تقية لا تكون إلا لا تكون عندما يكون الضرر على الآخرين، هذه في باب الإكراه لأنها فرع عنها، لأن المكره إذا أكره على قتل أخيه أو على الزنا بامرأة أخيه مثلا لا يفعل، إذا أكره على قتل أخيه لا يفعل، المهم الضرر لا يكون لا يتعدى الغير، هذا بالنسبة للتقية. قالوا فإن كانت التقية ستضر بأهل الإسلام فلا تقية، لا يفعل ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما إن كانت في النفس فصحيحة، كما قال عمار قال لهم السلام فإن عادوا فعد. التقية عند الشيعة الإمامية، التقية عند الشيعة الإمامية أصلها كتمان الحق عندهم، اللي هو الاعتقاد الباطل اللي يعتقدونه في الأئمة، كتمان الحق وستر الاعتقاد ومجاملة المخالفين وترك المخالفة لهم والمظاهرة لهم حتى ينجو من العقاب الدنيوي، الضرر الذي يقع عليه. يبقى التقية عند الشيعة هو أن يظهر خلاف ما يبطن، لا يظهر اعتقاده مع المخالف حتى يمتنع عن الضرر أو حتى يدرأ عن نفسه الضرر الذي سيقع عليه إذا أظهر معتقده. العلماء يقولون بأن علماء الشيعة يرون ينقسمون إلى قسمين، قسم معتدل يقولون التقية رخصة، يقولون التقية رخصة بأن يتقي فلا يظهر عقائده، ولذلك هم يعني يتحشون
الكلام التصريحي في سب أبي بكر وسب عثمان تكلمت عنهم يذهبون ويجيئون مع أنهم يبتطنون تكفير أبي بكر وتكفير عمر وتكفير أيضا الصحابة وتكفير عائشة والكلام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجاهرون بذلك، عندهم التقية هنا. فبعضهم من المعتدلين يقول التقية هنا رخصة، التقية رخصة، وجماهير الرافضة يقولون التقية دين ندين الله به. ذلك رووا التقية عن جعفر الصادق عن غيره، التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. يقولون التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا إيه؟ لا دين له. فيقولون هي فرض لازم أوجب من الصلاة، يعني التقية عندهم أصل من أصول الدين، فرض لازم أوجب من الصلاة. لذلك كما قلنا قالوا 19 الدين التقية، 19 الدين التقية، ومن لا تقية له لا دين له. يبقى هؤلاء القوم لا تستطيع أن تتعامل معهم بشيء، يبتسمون لك وهم يكفرونك أصالة. طبعا هم طبعا قالوا بذلك، هم يرون أن السني أنجس من ريق السني أنجس من ريق الكلب، نعوذ بالله من الخزان، كما سيأتي بعض يعني الكلمات التي يعني في كتبهم يتعبدون بها لله جل في علاه. إذن هذه التقية أصل من أصول دين الشيعة، التقية أصل من أصول دين الشيعة، وهي عندنا لا تكون إلا حالة الاضطرار، وأيضا لا تكون إلا في حالة الخوف من الضرر الواقع أو جزم الخوف بالضرر الذي سيقع، كما قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه وحتى لا تضر الآخرين. أما هم دينهم الأصيل الكذب، ما هو دينهم الأصيل التقية، لذلك قالوا 19 الدين التقية، وقالوا من لا تقية له لا دين له، من لا تقية له لا دين له. من الفرق التي تتبنى ذلك ولها أيضا بعض الأفكار العقدية المنحرفة كما سنبين من الشيعة الإمامية الباطنية والغلاة، الباطنية والغلاة، الباطنية هو أشر وأضر خلق الله جل في علاه، الذين يرون للقرآن ظاهرا وإيش يرون القرآن ظاهرا وباطنا، ذلك أنهم يتأولون. ذلك الباطنية هؤلاء، الباطن الرجل الذي يكتم معتقده وأنه يظهر خلاف ما يعتقد، هؤلاء هم الباطنية. والغالية أو الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، الغلو كل ما جاوز به الحد فهو من الغلو. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله، قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وغلاة الشيعة هم الذين يعتقدون إلهية الأئمة، غلاة الشيعة هم الذين يعتقدون إلهية الأئمة. أهم العقائد التي يعتقدها الباطنية والغلاة هي أولا التأويل، ثلاثة أمور ثابتة عندهم، التأويل والتناسخ والحلول. يعني ماشي إيش فيها هذا المعتقد نتيجته هذا؟ لا مش الحلول، هذا تناسخ صحيح لكن هو مش قادر يضبط المسألة. التأويل هو التحريف عندهم، التأويل عندهم هو التحريف، الحق أنهم يأخذون في القرآن ويحرفون فيه كيف ما شاءوا، كل الآيات يأخذونها يحرفونها على ما يعتقدون، هذا التأويل عندهم، عندهم التأويل وعندهم الحلول وعندهم الإيش التناسخ. أصل التأويل هو صرف اللفظ عن إيش، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح بإيه، بقرينة، ولابد من ضوابط وشروط وجود القرينة أولا، الأمر الثاني أن يحتمل اللفظ هذا، والأمر الثالث أن اللغة إيش تستوعب ذلك. لابد صرف اللفظ، كما نقول نقول مثلا في قول عروة لأبي بكر عندما قال له نحن نفر عن رسول الله أمصص كذا، وقال سبه هذه المسبة العظيمة، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر، فقال لولا يد لك عندي ما كافأتك لرددت عليك. لولا يد لك عندي، اليد تطلق في اللغة على اليد الحقيقية هذه المخلوق، وتطلق في اللغة على إيش؟ على النعمة، وتطلق في اللغة على القدرة. يبقى هنا اللغة تستوعب ثلاث معاني، والظاهر لما يقول لولا يد لك عندي الظاهر أنها اليد الحقيقية، لكن لما تأتي السياق المفسر والقرائن يمكن لك أن تصرفها عنه. وهنا تصرفها يقول
مقصود عروة لولا يد لك عندي، يعني لولا إيه؟ لولا مال، كرم، إكرام، عطاء، جود، يعني موقف نبيل، فيبقى لولا يد لك عندي إكرام منك علي. والذي جعلنا نصرف اللفظ عن ظاهره السياق، يبقى فيه قرينة واللغة تحتمل. لذلك نحن جابهنا من قال الرحمن عرش استوى، قال استولى، قلنا أخطأتم من كل الوجوه. أولا أنت لما صرفت اللفظ عن ظاهري، وين السياق؟ وين القرينة؟ لا قرينة. طيب اللغة تحتمل، وجدنا أن استوى تأتي معنى استولى ليس لها أصل من اللغة بحال من الأحوال. هو بيت لرجل ليس عربي أصيل، بيت رجل أنصاري، استغفر الله، رجل نصراني، فحتى اللغة لا تحتمله، فنقول هذا تلاعب. يبقى عندنا صرف اللفظ عن ظاهره لابد له من قرينة، ولابد أن تستوعبه اللغة. فإن فقد القرينة أو لم تستوعبه اللغة فهو تلاعب بالنصوص. يبقى هذا ليس تأويل ولكنه إيه؟ تحريف. ليس تأويلا ولكنه تحريف، ولكنه تحريف وتلاعب بالألفاظ. وهذا تلاعب بالقرآن، وهذا الذي يحدث منهم، هم تلاعبوا بالقرآن، وهذا التأويل الفاسد كما قال علماؤنا. فالشيعة تتبنى هذا التأويل الفاسد، يأتون بتأويلات لا يمكن أن تقبلها الفطرة ولا العقل ولا الإيمان ولا اللغة. فمثلا في قول الله جل في علاء، في بعض الآيات قال الله جل في علاء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. فأولوا هذه الآية وقالوا الأصل أن الله يريد التخفيف على العباد، فقالوا بنكاح المحارم، وقالوا بجواز شرب الخمر، وقالوا بجواز زواج الرجل من الرجل، قال هذه من أطيب الطيبات، لما يريد الله أن يخفف عنكم، فأولوها بهذا، ففعلوا كل محرم تحت ظل التأويل في قول الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. وطبعا فيها نظران، النظر الأول الجبر، والنظر الثاني أن مضمون الآية أن التخفيف، وهذا من التخفيف، وهذا من التخفيف. أيضا من ذلك أنه في قول الله جل في علا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال بيان ابن سمعان بعدما قرأ هذه الآية، وطبعا أيضا بيانية هي فرقة من فرق الشيعة الإمامية، فقرأ بيان ابن سمعان قول الله جل على: هذا بيان للناس وهدى وموعظة، فقال هذا بيان على نفسه، يعني يقول هذا بيان على نفسه، قال أنا البيان وأنا الهدى وأنا الموعظة، أنا البيان وأنا الهدى وأنا الموعظة. هذا قول من؟ هذا قول رجل رأس من رؤوس الشيعة الإمامية. وأيضا قد أولوا قول الله جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا كل شيء هالك إلا وجهه، هذا عائد على من؟ على الرب. قالوا والرب رجل من نور. هذا كمان عشان تعلم البدعة السوء، البدعة الصوفية التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم من نور أصلها هذا. الحق بأن هؤلاء وهؤلاء أبناء عموم لازم، أبناء عموم لازم، فلا بد أن تفهم بذلك لازم. فكل العقائد المنتقلة من هنا هنا، يعني إذا أتيح لنا المجال أن نقول الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين هؤلاء سنفعل، والله المستعان. لكن هو كما قلت لكم يقولون كل شيء هالك إلا وجهه، قال الله الرب رجل من نور، نعوذ بالله من الخزان، نعوذ بالله من الكفران، كفر مبين، رجل من نور يفنى كله إلا وجهه، يفنى كله إلا وجهه. وهذا أيضا من باب التأويلات. طبعا لما أولوا قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا من؟ استغفر الله. فهذا كل هذا من التلاعب بالنصوص، هذا كفر مبين، ليس تأويلا لكنه تلاعب بالنصوص. هنا العقيدة الثانية للباطنية والغلاة: الحلول. النصارى يعتقدون بحلول الرب في من؟ في مريم فقط وفقط، صحيح؟ وبعد ذلك قالوا حل أيضا في عيسى، أن عيسى استغفر الله سماه ابن إله، لكن هم يعتقدون بحلول الرب وين؟ في مريم فقط. أما هؤلاء أرقى أرقى، عشان تعلم أن أصول اعتقادين باعتقاد الباطلة، يقولون بأن الله حل في علي بن أبي طالب، هذا الذي قاله من؟ النصيرية، نعم يقولون بذلك، بس هي الأصل عبد الله بن سبأ هو الذي يقول بذلك. الأصل أن عبد الله بن سبأ قال بأن الله حل في جزء من إيش؟ من علي. وأيضا هناك فرق أخرى قالوا بذلك،
أيضا البيانية والخطابية والمعمورية قالوا بذلك، قالوا بأن الله حل في علي بن أبي طالب، ثم قالوا أن الله جعل حل في علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأولاد هؤلاء، وبعضهم من الخطابية وقالوا أنه حل في جعفر الصادق، وبعضهم قالوا بأن الأئمة آلهة الأرض والله هو إله السماء، قالوا بأن الأئمة آلهة الأرض وأن الله هو إله السماء، فهؤلاء يعتقدون بحلول الله في كل إمام. لذلك بعض النصارى جاءه رجل ممن يزعم الإسلام من هؤلاء، فدعاه للدين الذي يدين الله به يحسبه الإسلام، فالرجل كان فقيها، قال له أنا أفر من عبادة ثلاثة وأنت تأتيني لأعبد 12 رجلا، يعني رايح من 3 لـ12 قاتل هذا. إذا كان الله تعالى يقول وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الإجابة لا يستوان بحال من الأحوال. فقال أنا أفر من ثلاثة أذهب إلى 12 رجلا. فالغرض المقصود بأن هؤلاء يعتقدون بأن الله قد حل في الأئمة، ومنهم من جعل الإلهية مستقلة لهم بأن الله إله في السماء فقط وهم آلهة وين؟ آلهة في الأرض، أو بقى خلفاء كما يزعمون على الزعم الذي يزعمونه. يبقى إذن عندنا عقيدة خربة، عقيدة التأويل، وهو التلاعب بالنصوص حقا، وهذا ينطلي على الأغرار والأغمار الذين يتبعونهم. والعقيدة الثانية عقيدة الحلول، لذلك تراهم يعظمون جدا الإيه؟ الإمام أو الأئمة، يقولون قداسة فلان ولا. فالغرض المقصود بأنهم يعظمون هؤلاء تعظيما، يعني تعظيما تراه تقديسا يصل إلى التقديس، ولا يعاود ولا يراجع، وكل ما يقوله صحيح، وكل ما يقوله لابد أن يؤخذ به، يعني لابد العمل بما قاله الإمام الذي هو كما قلنا يعني قد حل فيه الله جل في علاه. نعوذ بالله. طبعا أكثر هؤلاء تعلمون النصيرية والدروز والذين يؤمنون بأن الحاكم بأمر الله حل فيه الله جل في علاه. العقيدة الثالثة للشيعة الإمامية من أفراخ الشيعة الإمامية التناسخ. التناسخ هذا لازمه عدم الإيمان بالبعث والنشور، عدم الإيمان بالقيامة ولا الجنة ولا الثواب ولا العقاب. التناسخ ماذا يعتقدون في التناسخ؟ هم يعتقدون بأن الروح بعد ممات الجسد تنتقل إلى إيش؟ إلى جسد آخر. قالوا هذا أصل التناسخ فيه الثواب والعقاب، فإن كانت الروح شريرة تنتقل من البدن هذا إلى بدن شرير لتعاني معه، وإذا كانت الروح صالحة لا تنتقل إلا لبدن صالح فتسعد معه، وهذا هذه هي السعادة عندهم، وهذا هو الشقاء عندهم. أشقاهم الله تعالى وأصل بهم النار بإذن الله. فهذا كفر وإنكار للقيامة وللرجوع إلى الله جل في علاه وللثواب والعقاب. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كل منا يرجع إلى رب جل في علاه، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه، ليس بينه وبينه ترجمان، ويقول الله جل في علاه على عرصات يوم القيامة يتوسلون يستشفعون بالجميع ليقضي الله بين العباد. وقد بين الله تعالى أن مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنان. إذن التناسخ أيضا من عقيدة هؤلاء. نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا من هذه العقائد الخربة، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا على الإسلام، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يمتنا على الإسلام، وأن يثبتنا على الحق المبين. هذا الأمر ما نأتي به تسلية، لكن لتعرف عقائد القوم حتى لا يعني تنبهر ببعض الكلمات التي تقال ونحن وأهل الإسلام ونحن وسيدنا رسول الله وفاطمة الزهراء، لتعلم أن هؤلاء القوم فقط يتكلمون ليؤثروا على العامة، وعقائدهم هي مخالفة، مخالفة تامة لعقائد أهل الإسلام. إسلامهم غير الإسلام الصحيح بحال من الأحوال، ليس إسلاما بحال من الأحوال وليس دينا بحال من الأحوال. وسيأتي الكلام إن شاء الله على أقرب هؤلاء لأهل السنة والجماعة وأقرب هؤلاء لديانة الإسلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.